السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ مع قناة فن الرسم حاتم المصري، إن شاء الله النهاردة هنكمل رسمة البورتريه اللي إحنا قلنا عليه بتاع التايجر. التايجر الحلقة اللي فاتت إحنا عملنا الشكل بتاع لوميس للتايجر، إزاي أعمل لوميس لتايجر؟ زي ما أنتم شايفين كده الرسمة بتاعتنا وصلت لحد هنا، وهنبدأ الحلقة ديت نبدأ نشتغل على تظليل التايجر بنفس الشكل ده. يا ريت ما تروحيش بعيد وخليكم معانا على طول في الفيديو، ويا ريت ما نقطعش في الفيديو او نجريه عشان نشوف كل حركه احنا هنعملها ازاي في رسمه التايجر دي، اللي هتبقى كويسه جدا ليكم وهتعجبكم قوي قوي قوي، وان شاء الله تعجبكم. ونبدا شغالين، نبدا نشتغل مع بعض في رسمه التايجر دلوقتي. هنبدا نشتغل على التظليل. تظليل يعني اشتغل على تظليل. هنعمل شكل جامد. هنبدأ تظليل العين، باخد مساحة من تحت كده بتقل فيها تحت شوية، اجي اخد القلم 6 بي اللي هيشتغل معايا في التظليل بخط اتقل شويه، واحده واحده كده مش هنروح حته تانيه عشان نشوف الرسم كويس. ناخد نين العين من جوه كده، كده ناخد العين التانية برضو بنفس النظام، نفس النظام كده. كده انا خدت العين بتاعتي، وابدأ ان انا اخد ورقة عشان اشتغل في التظليل واحدة واحدة مع بعضينا. نرسم جزء جزء، نخلص الجزء الأول الشمال ده، اليمين ده الأول، نبدأ باليمين. التظليل بقى يا جماعة عبارة عن خطوط متجانسة مع بعضيها، اشتغل عليها واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اخرج الخطوط معي اللي انا كنت راسمها للتايجر، اللي هي الخطوط المثلثات زي ما انتم شايفين كده.
اخد من تحت شوية كده، كمل المربع ده عشان ابدأ اشتغل عليه. واحدة واحدة مع بعضنا يا جماعة، احنا بنشتغل بنظام خاص بتهشير خطوط عشان نطلع شكل التايجر بتاعنا يناسب الرسمة اللي احنا عملناها والتطبيق اللي احنا عملناه لأول مرة. لما باجي ارسم واخد الجزئيات دي ببقى عارف ان انا بشتغل على تخطيط. زي ما انتم شايفين انا باخد بصباعي كده حاجات صغيرة جدا واحدة واحدة كده، باخد حاجات صغيرة وتكنيك بطيء كده وبسيط عشان اطلع التايجر بتاعي زي ما انتم شايفين كده ببساطة وسهولة. وزي ما انتم شايفين انا شغال بخطوط عشان خطوط التايجر تبقى مظبوطة. والتايجر يا جماعة بيبقى شغل سهل في التصغير بتاعه، بس بيبقى عاوز دقة شوية عشان يطلع شكله كويس جدا. هنا أنا باخد دي بظلل دي الأول، الجزئية اللي تحت هنا بتاعة الفم، باخد هنا الجزئية دي كده زي ما انتم شايفين، بكبر الأنف كده في التظليل مسيبهاش صغيرة. باخد الجزئيات اللي هي في الأنف نفسها من بره، انا لما باجي اعمل هنا النظام ده كده واخد الدوران ده كده بايدي جاي هنا، راح واخد تظليل خفيف كده راح نفس الطريقة هنا من هنا كده واخد تظليل خفيف كده برضو بدوران كده نفس الدوران اللي عملته هنا بعمله هنا عشان اخد الجزئية دي كده
اتقل دي سنه، ما اجي اتقلها سنه كده، واخد سن القلم زي ما انا قلت قبل كده في التظليل، عشان اخلي الجزئيه اللي احنا بنعملها دي عكس الجزئيه التانيه، خلي دي بدوران كده عشان هاجي ارسم الدوائر دي بتاعت الشنب بتاع التايجر كده، عشان لما اجي اكمل الرسمة بتاعتي هنا الفم كده، باجي على عشان ابين ان السنة بتاعت التايجر بتاعي، ببدأ اتقل الجزئية دي كده الدوران بتاعي ده كده، بتقله قوي، باجي هنا اروح واخد دي تهشير بسيط كده، نفس الطريقة في الناحية التانية الجزئية التانية، بتقل الجزئية دي قوي واجي بمنديل الاجزاء التقيله دي، ببدا احررها عشان ما يبانش فيها خطوط بتاعتي كده، واجي اخد السنتين بتوعي كده ابينهم في الرسمه بتاعتي، اجي اكمل رسمتي. اهم حاجة انا خلصت الجزئية دي، اجيب قلم خفيف شوية عن اللي انا بشتغل بيه، هو اتش بي، واجي اخد الانف بتاعتي كده بنفس الحركات دي، كده بالراحة كده تهشير خفيف غير التاني اللي هو السكس بي، عشان اطلع شعيرات خفيفة للتايجر بتاعي بنفس الاسلوب ده، واجي بالودانة بتاعتي أبدأ إن أنا أسيح الحتة دي
عشان يبقى فيه أرضية للشكل بتاعي اللي أنا بعمله. كده وابدأ اكمل معايا. بالبي سيكس بتاعي اكمل الرسمة بتاعتي، اشتغل عليها بحرفية اكتر. واي اختلاف في الشكل بتاعي انا بعرف اشتغل عليه. والخطوط بتاعتي ما بتبقاش بالشكل اللي بقى مركز ان هو خط صريح، لا بيبقى خط عادي جدا انا برسمه. ما بيبقاش بمسافات او مقاسات، لان هو ده بيبقى التايجر بتاعي. واجي اخد هنا، هنا اروح واخد نص دايره كده اغمقها شويه سنه كده، واجي اخد من فوقيها بنفس الاسلوب ده كده شكل المثلث اللي هو مقلوب ده. وانا راح واخد شعيرات الاذن كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق عشان هي تبقى ملفوفة، ما تبقاش صريحة كده. الحتة اللي عايزة تتقل تتقل، واللي عايز اخفها بخفها بايدي، ودي تبقى بدرجات ايديا. اجي اخد الشعر العادي كده عملية رسم التايجر تبقى خفيفة وسهلة. في ايه بقى؟ خفية والسهولة في التظليل بتاعه. التظليل بتاعه بيبقى خفيف وسهل وبسيط، ما بقاش صعب قوي، ما بقاش صعب خالص، لان الخطوط بتبقى تقليدية وعملية وسهلة جدا. زي ما انتم شايفين انا لسه ما كملتش رسمتي وطالع الشكل زي ما انتم شايفين كده. تظليل التايجر يا جماعه بيبقى سهل قوي، مبقاش صعب، مش عاوز شكل معين للخطوط اللي انا برسمها. اهم حاجه
متبقاش خطوط متباعدة عن بعض عشان ما توصلش الرسمة، عشان ما توصلش الرسمة انها مش باينة، لا واضحة قوي انها خطوط. هي كلها خطوط طولية وفيها نسبة كبيرة من العشوائية عشان شكل التايجر بتاعي يبقى ماشي معايا بالظبط. وهنا نفس الطريقة بنعمل الخطوط بتاعتي، ناخد سنة كده من جوه واخد المثلث المقلوب ده من الناحية دي وأبدأ أخد الشعيرات بتاعتي الناحية التانية كده وأنزل بيها من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وأجي أخد هنا وهنا باجي أخد برضو خطوطي على الخط بتاعي اللي فوق ده اللي هو خط النهائي، من فوق كده وابدأ ان انا اسيب ارضية للتايجر نفسه عشان ما يبانش الخطوط بتاعتي اللي انا عاملها. في حتة بتبقى تقيلة حتة بتبقى خفيفة، بحيث ان انا اشتغل تقنية أعلى وأبدأ أظبط رسمتي على النظام اللي أنا شغال عليه عشان يظهر التايجر بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. مفيش اسهل من التصدير بتاع التايجر بالذات، لان هو بيبقى خطوط زي ما انتم شايفين كده عشوائيه، كده زي ما انتم شايفين واخد الارضيه بتاعتي. منساش اخد الارضيه من الخطوط بتاعتي اللي انا بعملها عشان ما تبانش الخطوط بتاعتي اللي انا عاملها الاولانيه، وأي حاجة أنا عاوز أعملها بعملها
حاجة طلعت خفيفة شوية بعملها خفيفة تقيلة بتقلها. ورسمة التايجر سهلة جدا، مش صعبة، مش صعبة خالص، بالطريقة اللي احنا بسطناها لكم، طريقة لوميس. وريت تبقى الطريقة بتاعتنا عجبتكم، كون طريقتنا عجبتكم في رسمة التايجر بطريقة لوميس بدل البورتريهات، زي البورتريه بالظبط، ازاي انا اشتغلت على ان انا اعمل تايجر. كده باخد هنا الحاجات دي خفيفة كده عشان الشكل بتاع التايجر بتاعي، واجي هنا يا جماعة اخد سن تقيل شوية او اخف، واروح عامل بيه شنب التايجر بتاعي بنفس الشكل ده كده، اكون انجزت المهمه اللي انا حبيت انا اوريها لكم. وابدا قلم اتقل شويه، ابدا ان انا اكمل التظليل ده كده عشان يبان معايا. كده تكون الحلقة التانية من رسمة التايجر بطريقة لوميس خلصت. وياريت الاشتراك في القناة واللايك والتعليقات مع قناة فن الرسم حاتم المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.